السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تفسير رؤية ركوب السيارة في المنام، فهي من الرؤية المستحبة، وهي تشير إلى الشعور بالاستقرار والأمان والاطمئنان. وركوب السيارة في الطريق فيتدل على طول العمر والصحة والعافية، وقد يدل على الستر وزيادة الرزق للرائي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وأمنه، ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى.